اتحاد الكرة كوفند عبد الخالق مسعود، الاتحادان السابق والحالي لديهما إيجابيات وسلبيات، نتابع. احنا نعمل داخل مؤسسة وحسب سياسة مؤسسة واتحاد كرة القدم. السياسة يعني واضحة وجاي تشوفون، يعني احنا حسب امكانيات بلدنا وحسب الظروف البيئية اللي احنا نعيش فيها نعمل. نتمنى بأن يعني تكون الفرص مؤاتية يعني في المستقبل لتطبيق ما تراه مناسبا يعني حسب وجهة نظرنا، لكن أنا عضو مكتب تنفيذي، مو شرط يعني الرأي اللي أنا أشوفه تكون هذا الرأي اللي يتمناه الاتحاد، لأن أكو سياسة وأكو أعضاء. الكرة في المسار الصحيح إن شاء الله، لأن شوف أنت عمر اتحاد الكرة يعني مو أقل من سنة، ويعني الظروف غير طبيعية، أنت تعرف ظروف البلد غير طبيعي. أنا أطمح بأن تكون الاتحاد أفضل، طبيعي هذا الكلام أنا دائما أتكلم، ولكن يعني إن شاء الله أنت تكون. عملت مع الاتحادين، الاتحاد السابق والاتحاد الحالي، برأيك من الأفضل؟ أنا لا أقيم اتحادي ولا أقيم اتحاد اللي قبلي ولا اللي بعدي، أعمل حسب الظروف الموجودة. الاتحاد السابق لديه إيجابيات وسلبيات في العمل، لأن اللي يعمل يخطأ ويصيب، وإحنا اتحادنا أيضا لدينا إيجابيات وسلبيات، وإن شاء الله الأمور راح تكون يعني بخير، إن شاء الله توسم خير.